بالنسبة لقروض الاستغلال، فيه العديد من المؤسسات اللي تعاني ثاني من السيولة المادية. اليوم الوضع اللي رانا فيه يعني فيه مؤسسات كبيرة اللي تعاني من السيولة، لكن احتياجات المؤسسة المصغرة ماهيش كيما احتياجات المؤسسات الكبيرة. احنا قمنا درنا فيه في هذا الإطار كذلك فيها ناريتي انتر مينستريال، يعني مع وزارة المالية، اللي يمنح قرض غير مكافئ ب 1 مليون دينار، 100 مليون سنتيم. هذا 100 مليون سنتيم راح قرض استغلال، سي ان فون درولمون بالنسبه للمؤسسه المصغره. ربما تكون مؤسسه عنده كل الامكانات لكن ما عندوش باش يشري لا ماتيير بريمير.